سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. كما وعدناكم خلال العطلة الربيعية عم يزيد سيزور مدن الوطن برعاية مجمع الشروق وشركة رامي. رياض الفتح بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة من تنظيم ديوان رياض الفتح يوم الجمعة 16 مارس على الثانية بمساحة أغورا. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة. القليعة يوم الاثنين 19 مارس على الساعة 2 مساء بدار الثقافة لمدينة القليعة. الشريعة ولاية البليدة يوم الأربعاء 21 مارس بمناسبة عيد الشجرة من تنظيم مديرية الشبيبة والرياضة بالتنسيق مع مديرية الغابات، حملة تشجير كبيرة مع الأطفال على 10 صباحا بحضيرة الشريعة بولاية البليدة. أما الحفل فسيكون في نفس المكان على الواحدة بعد الزوال. توغورت يوم الأحد 25 مارس بمدينة توغورت بمسرح الهواء الطلق على الثانية بعد الزوال. سور الغزلان الثلاثاء 27 مارس على الساعة 2 بعد الزوال بمسرح الهواء الطلق بسور الغزلان. البريد المركزي بالعاصمة من تنظيم بلدية الجزائر الوسطى يوم الجمعة 30 مارس على الساعة 2 بعد الزوال بساحة البريد المركزي لغروند بوست بالعاصمة. الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم، كونوا في الموعد. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم.